إلى محافظة بيشة، المحافظة التي تحارب التشوه وترفد الجمال بالجمال. من هذا المنطلق دشنا محافظ بيشة مبادرة بلدية بيشة التطوعية بيشة بلا تشوه، وذلك بمشاركة متطوعين ومتطوعات يهدفون من خلالها إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع ورصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية. المزيد عن هذه المبادرة الجميلة التي تستحق التحية في هذا التقرير لأهلا. انطلقت في محافظة بيشة مبادرة بيشة بلا تشوه بتنظيم وإشراف بلدية بيشة وبمشاركة 80 متطوع ومتطوعة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة. بيشة بلا تشوه انطلقت بعد عقد عدة اجتماعات مع الفرق التطوعية لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها، حيث قام المتطوعون والمتطوعات خلال يومي عمل بإعادة تهيئة أكبر ميدان في المحافظة من خلال المشاركة في زراعة 1000 متر مربع من الأنجيلة الطبيعية وزراعة 3000 وردة، كما قاموا بطلاء 700 متر من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران. شكرا للزميل أحمد العبد الكريم. شكا